انتوا متخيلين حجم جلاكتوس شلون راح يكون معنا بالخريطة؟ شايفين انتوا شلون ترافيس سكوت اللي احنا حضرنا حفلته قديش كان ضخم بالماب اللي كان عند سويتي، ولكن هذا جلاكتوس راح يكون اكبر منه على اضعاف مثل ما ظاهر امامكم. ان شاء الله بهذا المقطع راح اقول لك عن جميع الاوقات الخاصة بحدث جلاكتوس تبع سيزون 4 شابتر 2، وراح اقول لك بعض النصائح اللي انت لازم تعملها لو انت صانع محتوى او بدك تسجل الحدث، وبعض الاشياء اللي لازم تعملها مشان تضمن مكانك بالحدث وتكون حاضر الحدث. نصيحة مني لكم، لا حد يفوت هذا الحدث، لانه هذا الحدث رح يكون من افضل الاحداث اللي صارت معنا في فورتنايت، ورح يصير فيها شيء كتير كبير بالنسبة للماب ولتغيير باللعبة فورتنايت. فلا تنسوا كود دعم بالايتم شوب ديمو 9 اللي ظاهر امامكم، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس لو انت اول مرة بتشاهد عندي الفيديو على القناة، لاني رح اعمل جيف اوي ان شاء الله على 4 بطل بس بداية السيزون 5 شابتر 2. ان شاء الله رح يكون الجيف اوي بنصيب 4 اشخاص، واللايك مشان ينتشر المقطع بكل مكان، ويلا مع بعض. فهلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. بالنسبة لحدث جلاكتوس يا شباب للسيزون 4 شابتر 2، شو الحدث وشو رح يصير فيه؟ الحدث رح يكون ضخم جدا مثل ما صرح دونالد ماستر وصرحوا كل المسربين. في بعض المسربين قوايا باللعبة اللي بيعرفوا شو بده يصير ومعهم تواصل مباشرة مع ايبك جيمز، وحكوا انه الحدث رح يكون ممتاز وكبير وجدا جدا حلو، مثل ما كان نينجا وقت كان يحكي وقت كان اول شيء باللعبة هيك بيشتغل كتير فيها. وقت سحب نينجا على اللعبة ما اعطوه معلومات زيادة، ولكن في بعض الناس اللي عم يعطوها مثل لاكلين اللي نزلوا له سكين عم يعطوها معلومات حلوة وعم يقولوا لنا عن الاحداث انه رح تكون حلوة، فالحدث لا حدا يفوته يا شباب. الحدث بتقدر تحضره بثلاث اشياء، يا اما بتحضره على اليوتيوب بعد ما ينزل، يا اما بتحضره باللعبة، يا اما بتحضره على البث مباشرة عندي على قناة نيمو 3 او على الفيسبوك اللي ظهر امامك لو حابب تشوف الحدث مباشرة. بالنسبة للحدث ان شاء الله رح يكون 1 ديسمبر، يعني ان شاء الله يوم 1 ديسمبر الساعة 12 بالليل والساعة 11 بالليل، يوم الثلاثاء بيكون 1 ديسمبر يوم الثلاثاء. متفاوت الاوقات، رح اقول لكم عن جميع الاوقات بالنسبة لكل البلاد. الحدث رح يكون يوم الثلاثاء، مجرد ما اجى يوم الثلاثاء 1 ديسمبر خاد اليوم خلص، فحيكون في الحدث مهما كنت انت باي دولة. لا حدا يحط براسه انه 2 ديسمبر 1 ديسمبر، لا، انه يوم 1 ديسمبر يوم الثلاثاء رح يكون الحدث. انا ما هقول لكم الاوقات مشان ما تجي انت تقول لي ما فهمتوا شيء هيك، انا هلا رح اتركك مع صور صغيرة بورجيك الدول اللي هي الساعة 9 يوم 1 ديسمبر والساعة 10 والساعة 11 والساعة 12 والساعة 1 بالليل بعد منتصف الليل، رح اترك لك اياهم بالتاريخ والوقت، ورح اترك لك الصور وارجع لكم. مثل ما شايفين امامكم يا شباب او مثل ما شفتوا، يلي بيكون الساعة 9 كلياتهم يوم 1 ديسمبر. طيب شو موضوع 2 ديسمبر؟ لما نكون احنا يوم الثلاثاء 1 ديسمبر يا شباب لحيق له باليوم 12 بالليل، كلكم بتعرفوا انه 12 بالليل بعد منتصف الليل 12 دقيقة بيقلب اليوم الجديد، يعني احنا يوم الثلاثاء 1 ديسمبر قلبنا 2 ديسمبر 12 دقيقة. في بعض الناس بيكون عند الحدث الساعة 12 وقت يقلب اليوم 2 ديسمبر، ولكن هي فعليا 1 ديسمبر 12 بالليل، هي هي الفكرة يا شباب. وانا رح اقول لك كمان شغلة مشان انت لو حابب تحضر الحدث لا تاخذ ببالك هذا الشيء، اسمع مني وفوت يوم 1 ديسمبر يوم الثلاثاء على لعبه فورتنايت قبل بساعتين، يعني لو انت عندك الحدث الساعه 10 بالليل مثلا مثل الجزائر مثلا تونس ومغرب فوت الساعه 8 على اللعبه، لو انت عندك الحدث الساعه 11 مثل عندي فوت الساعه 9 على اللعبه، يعني خليك قبل بساعتين فايت على اللعبه مشان تضمن مكانك، ولو بتقدر قبل بثلاث ساعات بس شغل اللعبه وخليك باللوبي مشان تقدر تحضر الحدث. طيب الحدث منين بدنا نحضره يا شباب؟ الحدث بدك تحضره مثل صار امامك، بتفوت على المود بتلاقي شيء باسم ذا ديفورس اوف اورد، ما بعرف اذا نطقته صح ولا لا، بتلاقي هذا المود امامك بتختار المود وبتفوت وخلص، هذا هو الموضوع. مثل ما قلت لكم قبل بساعتين كون عند الحدث مشان يكون عندك مكان مضمون باللوبي او بالسيرفر بشكل عام، لانه هذا الحدث رح يكون في ضغط كتير اكثر من حدث ترافيس سكوت واكثر من حدث ذا ديفايس تبع مايديس، مثل وقت صار مع شونغ اكس بونغ فات على الحدث يا حرام وعم يستنى الحدث ليصير وما صار عنده اي شيء، ضلت اللعبه مثل ما هي كانه فايت باللوبي مثلا او هيك كرياتيف، يعني فوتوا قبل بوقت مشان تلحقوا الحدث لانه هذا الحدث رح يكون في عليه ضغط كتير. طيب بالنسبه لصناع المحتوى وشو حكت ايبك جيمز على موقعها الرسمي، مثل ما حكت شركه ايبك جيمز على موقعها الرسمي انك لازم تكون منزل اخر تحديث اللي هو 14.60، ومن هون لحتى يوم الحدث ما في اي تحديثات رح يصير. وفي عندك كمان الهاوس بارتي اللي انا شرحت عنه اللي ظاهر امامكم الرابط تحت بالوصف لو حابب تشارك هي التجربه مع رفيقك، كاميرا صوت وصوره حلوه كتير بيكون الموضوع. وطبعا حتى الشركه قالت قم بالحضور مبكرا، ولكن مبكرا عندهم قبل ب 60 دقيقة 30 دقيقة، عرفت شلون؟ ولكن من عندي انا عم اقول لك فوت قبل بساعتين مشان يصير عندك هذا الموضوع صح. وبالنسبة لصناع المحتوى يا
يا شباب حبيت ساعدكم فيه، لانه ممكن يكون في حدا من صناع المحتوى المبتدئين او اللي مثلي مثلا مبتدئين. كمان في شغله كمان بالنسبه لصناع المحتوى يا شباب، صناع المحتوى انك انت لازم تكون عارفان يا اخي انك انت ما حتقدر تفوت على الريبلاي، يعني الحدث بتقدر تساويه بشغلتين او بتقدر تسجله بشغلتين، يا اما تسجله بس مباشر مثل ما انا حعمل على الفيسبوك، يا اما تسجله على برنامج، يعني تسجل سكرين شوت او يعني تسجل الفيديو بشكل عام لحتى تقدر تحفظ الحدث، ما حتقدر تفوت على الريبلاي ابدا. وما في اي شيء بالنسبه لليوتيوب يعني، وما في اي قوانين وما في اي شيء، ممكن يكون في كوبيرات مشان جلاكتوس وقصص مارفل والقصص هاي، يمكن رح يعطوك 90 يوم بالنسبه للكوبيرات، مثل وقت عملوا وقت ترافيس كوت اعطونا فيديو ترافيس كوت انه في اغاني تبعات ترافيس كوت والقصص هاي ما اعطونا حقوق نشر لبعد 90 يوم، فنفس الموضوع ممكن يصير. وهذا الشيء ما بيضطر لك انك انت تحذف المقطع ابدا، يعني ما بيخليك تحذف المقطع بنوب، بتخلي المقطع هو هو يعني، بس بتاخذ عليه حقوق نشر وبوقف عليه الارباح. والاخر شغله معنا يا شباب، من هون لبداية الحدث رح يصير معنا تغييرات مثلا بقائمة البتل باس او باللوبي مثل ما ظاهر امامكم. رح يصير معنا التغييرات كالآتي، طبعا كلاتكم بتعرفوا التايمر او العداد الموجود بقائمة البتل باس والموجود داخل اللعبة، هذا التايمر طبعا بيضل عم يقل لي يقل الوقت، هلا حاليا صفيان شي 5 ايام من تسجيل هذا المقطع. وشو رح يصير تغيير بقائمة البتل باس؟ مثل ما ظاهر امامكم جلاكتوس عم يطلع اكثر واكثر، بتلاقوه بهي القائمة بتلاقيه كل ماله عم يطلع عن قائمة البتل باس، وانت كل يوم بتلاحظوا انه كل ماله عم يطلع ويوقف ويتفرج على التحديات معنا، مدري شو عم يساوي يعني. فهي الفكرة يا شباب، كل يوم رح يطلع اكتر واكتر مثل مظاهر امامكم عن طربيس التحديات. وفي شغلة كمان بتلاحظها ورا الإزاز او ورا الواجهة الخاصة باللوبي تبع البتل باس، بتلاقي جلاكتوس كمان طالع هيك من الشباك وشكله كامل، بتلاقي راسه كبير كلياته. كمان في تغيير تاني رح يكون معنا، هذا الشيء اكيد جدا، انه رح يكون في تغيير بداخل اللعبة، رح يضل عم يطلع جلاكتوس من المي مثل مظاهر امامكم، هو هلا حاليا طلع قرونه بس رح يضل عم يطلع يطلع يطلع، قبل الحدث بيوم بتلاقيه طالع تقريبا بشكل كامل او بتلاقي الراس طالع بشكل كامل، واحدة من الاثنين. ولكن هلا حاليا معنا من داخل اللعبة ومن داخل اللوبي ما في غير الراس موجود تحت الارض، يعني مو موجود الجسم، مو موجود غير راس جلاكتوس تحت الارض، وبده يضل يطلع ويطلع. وبالنسبة لبداية الموسم الجديد اللي هو السيزون 5، السيزون 5 رح يبتدي دغري مباشرة بعد الحدث، هيك مثل ما قالوا الناس ومثل ما حكت الشركة والمسربين، قالوا انه الحدث رح يكون الساعة 12 بالليل، والسيزون 5 رح يبتدي معنا الساعة 10، يعني رح يكون تقريبا في شي 10 ساعات او 9 ساعات يعني حسب منطقتك، وبعدين رح يبتدي السيزون 5، يعني ما حيبتدي مباشرة، رح يكون معنا الحدث ويمكن تتدمر الماب لحد هلا مو اكيد، وبعد منا ننطلق بعد ب 10 ساعات للسيزون 5. هاي بالنسبة لكل شي حكيته أنا بالنسبة لحدث جلاكتوس والأوقات وشو رح يصير معنا. وطبعا انتو بتعرفوا التلميحات اللي عم تصير من داخل اللعبة، هلا حتعرف تسوق البطل باس وتساعد ايرون مان وتساعد الناس او هدول التبعات مارفل، وفي هدول التلميحات اللي عم يجي انك انت لازم تساعد ومدري شو، وايرون مان نزل تويتر قال فيها انه جيم تايم مدري شو وقت اللعب انتهى وهلا صار وقت الجد ولازم تساعدوني مشان جلاكتوس والقصص هي، يعني القصص كلها مو مهمة انا الصراحة شايفة، يعني كل الناس عم تحكي عنه انه ممكن يسوق الباص والقصص هي كلها تسريبات، وانا ما حاحكي عنها بشكل كامل مشان اكون صريح معكم. فخد دعم بالاتم شوبني واتساب وبرعاية الله.